السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحييكم من محافظة ظفار ونتحدث عن البيئة الزراعية. البيئة الزراعية في محافظة ظفار الحقيقة هي يعني من الملامح الواضحة جدا، أي زائر لمحافظة ظفار سيلمح البيئة الزراعية، بالإضافة إلى خضرتها في الجبل في أيام الخريف وهكذا. اللون الأخضر في ظفار لون سائد وجميل. اليوم راح نتحدث عن البيئة الزراعية ولكن بنكهة برنامجنا. تعودنا أن نعود للوراء قدر الإمكان تاريخيا، وراح نتحدث عن البيئة الزراعية كيف كانت في محافظة ظفار واللي لا زالت خطوطها الرئيسية موجودة إلى اليوم، وهذا اللي راح نشوفه في حلقة اليوم مع ضيفنا دهوق بن أحمد سعيد بن سعيد المشيخي وسبعة عام. أبو سعيد تفضل، كيف الحال؟ الحمد لله، ساك بخير، الله كيف صحتك؟ الله يسلمك، يا حي وسهلا. احنا جينا تابعينك لأن قالوا لنا أن أبو سعيد لا زال متمسك بالزراعة ولا زال كل يوم موجود في مزرعته. والله يطول في عمرك، اليوم أنت أعتقد تجاوزت 80 سنة تقريبا، صح؟ صح. الله يعطيك طولة العمر، يزيدك عمر ويزيدك سعادة. واليوم احنا راح ان شاء الله يعني نقوم بهالجولة معاك، وبغينا نتعرف على اشياء كثيرة، بنرجع بالذاكرة وياك ان شاء الله، وبنعرف كيف كان الشغل في الزراعة زمان وكيف لا زال حتى اليوم وانت ما شاء الله متمسك. ويعني من خلالك هذه رسالة لأولادنا ولأحفادنا انهم يظلوا متمسكين بهالثروة الكبيرة. احنا هنا في مزرعة، نباك تسوي لنا جولة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والشكر لله ورسول الله والسيد وجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. نحن في الأول كان زراعتنا نزرع على جمل ونزرع على فعور ونزرع زراعة ذرة، نعم، ونزرع مسيبلي ونزرع فندال. ايه شفت له؟ نعم. بطاطا حلوة، البطاطس الحلوة. ايوه، بعد هذا تقلبت الامور وطلعت الامور حتى احكم جلاله السلطان قابوس. نعم. صار عندنا مكاين وصار عندنا كرهبه. نعم. وصار عندنا مساعدات. زرعنا على المكاين هذيله، زراعتنا الاوليه تختلف عن زراعتنا الجديده. تمام، ابو سعيد. لان الزراعه الجديده ايه عندنا ما يفاضل. الحمد لله. عشان المكاين. المكاين نعم. مال ديزل ومال كهرباء. الزراعة نعم. الأولية على فعور وعلى جمل. إيش الفعور وإيش الجمل؟ الفعور والجمل. الجمل ترى معروف، الفعور إيش؟ الفعور الثور. 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 نعم. نحن نقول له فعور. نعم. الثور. نعم. نزرع على الفعور هذا نسوي له يسقي. الزاجرة. الزاجرة. نعم. أنتوا تقولوا لها زاجرة. أنتوا إيش تقولوا عليها؟ نحن نقول. تعال بنتمشى أنا وياك. شوف، نقول له بالكلام العربي عندنا هنا نقول المحلي، المحلي نقول بنسني على فعور بالقرب بالقل. بنسني على فعور بالقرب. ايه قرب. ايه شفت، نشغل جلد مال غنم. ايه له ونسوي له حبائل. هذه الدلو. دلو على جلد. على جلد. نعم. ونسقي على الفعور بهذا الشيء. نعم. ونسقي على الجمل بهذا الشيء. نعم. زراعتنا فندق بطاطا حلو. ايه. زراعتنا مسيبلي. زراعتنا ذرة. هذا زراعتنا. نعم. شفت؟ تمام. وعلى شغل البحر. واللي عنده حيوان. نعم. كان زراعتنا. تمام. كان زراعتنا. طيب. هذا هي. نعم. شفت؟ والحمد لله عايشين على ما كان الحال. نعم. الرق يسر الخالق. أكيد. هذا زراعتنا الأولية. نعم. في الجبال. اللي بسيع عن زراعة الجبال. ايه. نزرع ذرة، نزرع مهيندو، نزرع حشوي، هذا خيار. ايه. شفت؟ وعايشين على في الجبال. في الجبال كان في زرع. في الجبال كان في زرع يحصوا الالاف. زين، الحين ما نشوف زرع في الجبال بديل. اليوم ما في زراعه في الجبال. ايه. شفت له؟
الحمد لله ناس ما عاد عندهم قوة الأولية. بعدنا نحن هذه الشيوبة شفت عندنا أراضي في الجبال نريد نزرعها. نعم. لكن ما حصلنا شيء. ما عندنا مادة. ما عندنا مادة. نعم. أنا عندي زراعتين في الجبل. نعم. ما عندي مادة. نعم. أولادي ما بيزرعوها. نعم. بس أنا عجبتني أبو سعيد المعلومة إن الآن في كثير ناس يعتقدوا إن في الجبل ما في زراعة وكذا الله خالقة والمرعى وكذا. لكن أنت اليوم تضيف لنا معلومة إن كان في زراعة في الجبل لزراعة الموسمية على المطر. على المطر. على المطر كانت. على الخريف. يعني في الجبل ما نحصل نارجيل، ما نحصل موز. كان الزرع زراعة الموسم. صح؟ الخريف. على الخريف. نعم. على المطر ما الخريف. على المطر أيوة. زين. نعم. زراعة المطر ما تقدر تسوي موز. زراعة المطر ما تقدر تسوي نارجيل. نعم. من وين بتجيب مي؟ صح. البقر يجلسن ستة ثلاث أيام. نعم. ستة وضاحب والله. وعاد ما يشرب من مي. نحن قريب هنا عند دربات. يوم واحدة يشربن ويوم واحدة ما يشربن. نعم. من وين بتجيب مي؟ نعم. بديل أنت ما تحصل مي تشرب. عطشت. إيه. بتسقي الأرض؟ هذا شيء مستحيل. أول تبغى تشرب. أول تبغى تشرب. نعم. هذا الجبل. من يوم حكم قابوس صار ناس عندهم معاشات وصار سيارات وصار الطريق. نعم. شفت الاسفلت فوق وتحت. نعم. بعد هذا جلالة السلطان مد حفر ماي ومد المواطنين ماي حتى الأدياب. صح. سووا الأحواض حق الحيوان وحق هذا. اليوم نحن نريد نزرع ما عندنا مادة. نعم. نحن اليوم يا أخواني نرجو من المواطنين شفت يجتهدوا في الزراعة إن كان في الجبال وإن كان في المدن إن نعم. كان في الشمال وإن كان في ظهر. نعم. نجتهد في زراعة شفت. نعم. وأولادنا اليوم ما يصبروا مثلنا نحن. صح. أنا هذا اللي عندك أجي الساعة 7 الصبح للزراعة. أطلع بعد الزراعة والله ما أطلع إلا بعد المغرب. نعم. إن شاء الله إن شاء الله يتعلموا منك شيء في هذا اللقاء. إن شاء الله يهديهم. إن شاء الله. أبو سعيد أنا بغيتك تجولني أكثر في المكان وبناخذهم واحدة واحدة، بنشوف الموز، بنشوف النارجيل، بنشوف الفيفاي، إن شاء الله كل هالأمور، والماي طيب ما شاء الله معاكم. بغيت الجانب القبلي والشرقي. وين ما توجهنا كذا؟ هذا شيء القبلي. بس ما شاء الله الموز بعده يعني جيد وكثرة يعني. يعني بعدكم تزرعون الموز أبو سعيد؟ نزرع الموز مجتهدين من شان الموز. إيه. مجتهدين. لكن وقفنا الطلب اللي ما يأخذ. نعم. واللي طيب. وقفنا. نعم. بغيت أسألك الموز أنواع. الموز أنواع. إيش أسمائهم؟ والله أساميهم ما نعرف أساميهم كلهم. لكن الموز أنواع. يعني في هذا الصغير. في صغير في كبير. إيه. أربعة خمسة أنواع. ما بعدين الموز يستغرق ماي واجد ياخذ ماي لازم ياخذ ماي لازم على طول تحت لكن ماي. بديل انت شرط في الموز وماله شركه تستقبله وماله سوق نعم. الا في الشارع تخسر صح تخسر صح والانسان الشيء اللي خسر منه ما يستطيع يستعمله نعم شفت اقصد ابو سعيد لها اسماء انواع الموز لها اسماء والله ما انا عارف اسمها الكذب غلط لان انا شفت مثلا في بعض المحافظات وهذا في لها اسماء مثل المبسلي وكذا يعني نحن نقول له هنا في ظهار هنا أيه. نقول له موز ايوه في موز غالي وفي موز رخيص زين عند البيعه ايه شوف في موز الشجره تطلع ثمره واجد وفي تطلع شوي نعم شفت نعم. وهناك على العنايه اللي كان العنايه نعم مثل الطفل نعم. الزراعة أيه. اللي كان المربية زينة طفل أيه. يطلع زين أكيد واللي كان المربية ضعيفة نعم طفل يصير مريض صح الزراعة اللي اجتهدت فيها في برد وفي حر وقمت لها نعم وقفت لها بقانونها تفيدك وتفيد غيرك مثل ما تعطيها تعطيك ممكن ما تعطيها تعطيك نعم شفت هذا نفس الزراعة نعم شفت هذه الحفر ايش؟ هذا الحفر للموز ايضا للموز هذا للموز هذا الحين انطرح هذا نعم رمل زين للزراعه طيب ايه. بعد ما طرحنا هذا نطرح سماد نعم مال بقر ايه بعد ما طرحنا سماد مال بقر بعض منهم يطرحوا سماد بعده كيماوي نعم ويخلوا له ميكس ايه
خلطوه. يخلطوه. نعم. بعد ما خلوه خلطوه زين. شفت؟ نعم. حطوا الموز. نعم. شجرة. نعم. سقوها. نظفوا عليها. نعم. شفت؟ وقابلوها بالدواء. وقابلوها بالماء يحوش بالقانون. يلا ارزقهم ثمرة تثمر. بقى ما شفت الحظ، بقى ما شفت العذاب. والمخاسير. هذا طريقتها. نعم. ونحن اللي خلينا نفوسنا على بلادين الثانيات. نعم. ما في فايدة. لازم نتحمل بنفوسنا. نعم. ونلقي من المواطنين اللي في الأرياف عندنا نحن الريف هنا. نعم. يزرع. يزرع. يزرع اللي هي الزراعة الموسمية دام يزرع موسمية الخريف يزرع. نعم. يزرع الزراعة يزرع دقر نقول له دقر لوبيا. نعم. كان هذا اللوبيا دقر هذا. نعم. يودونه لمسقط. نعم. كل يوم في حكم كان يصدروه زمان يصدروه. نعم. الحين لا دريت ان الجنيه مال الدقر الحين بكم؟ والله العظيم 100 ريال عماني. هذا هذا هذ الثمرة ولا البذرة؟ الثمرة. ثمرة اللي ياكلها الناس. عيل البذرة ب1000. شفت؟ نعم. شفت الجونية بقوطي مال مناناس. واحد كرس القوطي مال مناناس بريال عماني. تعرف قوطي مال مناناس؟ ايه طبعا يعني على اقول حوالي اقل عن كيلو. اقل عن كيلو. اقل عن كيلو. بريال. نعم. شفت؟ نعم. لكن ايش نسوي؟ نعم. عندنا اراضي في الجبال وعندنا مزارع ما قدرنا. نعم. هذا الحين انتم هنا كلكم راح كله راح تزرعوه. ايش الموسم اللي تزرعوا فيه الموز؟ الموز اللي زرعته اخر القيل قدام الخريف شوي. ايه. وفي اول الخريف يجي حلو. يعني لما يكون الجو معتدل. معتدل شوي. ايوه. شفت له؟ وتاخذوه من امهاته ولا؟ من امهاته. نعم. بناته. لان الموز يطلع يقولوا قاتل ابوه. شفت الشجره هذا يطلع الصغير ويلغي الكبير. شفت هذا الاشجار الحين؟ نعم. ياخذوا اللي هي كبيره صغيره ما ياخذونها. ايه. ياخذوا اللي هي اولادها اللي مستويه شوي. اللي هي مستويه اللي هي كبيره شوي. نعم. واللي بديلها اللي كانت كبيره. ايه. شفت؟ ينقلوها. نعم. والله سبحانه وتعالى الناس هذا رزق. الحمد لله رب العالمين. رزق الناس هذا رزق. نعم. نخليها تكون ناجحة بالغة. ايش اسمها؟ نحن نقولها كذاب. الكذابة. كذاب. ايه. شفت؟ هذا اللي صارت ناجحة المي اللي فيها الأكل اللي فيها قدو كبير. هو فيه مستوية. مستوية. ايه. والماي قدو القليل فيها. نعم. بين شيء وبين ماشي. نعم. هذا نحفر لها حفرة. ونقطع عليها ونسقيها. نعم. بالقدرة اللي هي تطلع. النارجيلة وحدها. وحدة. نعم. وحدة. ايه. وقد ما نشلهن ونرمي بهن في البيت في الماء. تكون النارجيلة فيها يعني الغلاف هذا الكبير. خلي عليها تخلي بيها. تخلي عليها. ايه. ما طلع. وتنقض بعدين. تنقض بإذن الله. نعم. شفت له؟ نعم. تطلع هذا الحبة حتى تبلغ هذا الحد. كان بهذاك المادة بالتاريخ ما عندهم ناس ما يواجد. نعم. ما عندهم ناس ما يواجد. والرنجيل عاد صغير يبقى ماي. نعم. مانا على فعور نسن على فعور وعلى جمل. نعم. حراستنا نشتغل بالمنزحة وعلى فعور ولا على جمل. نعم. شفت؟ نعم. ما قدرنا زي. نزرع واجد. نزرع حسب قدرتنا وحسب حاجتكم. وحسب حاجتنا. نعم. والقيمة ما له قيمة. نعم. الكذابة 10 بيسات. 10 بيسات. والله اليوم 400 بيسة ولا 500 بيسة. شفت انا؟ اي والله 4 بيس 10 بيسات وب 5 بيسات. شفت؟ نعم. البقرة تبتاع عندنا ب 7 ريال. نعم. الشاب 3 ريال. لكن ال 7 ريال كانت عن كم اليوم؟ والله ما ادري صار هذا غير. ما تسوى 300 ريال اليوم؟ ال 7 ريال هذاك زمان تسوي 1000 ريال. اه صح. عرفت؟ ايه. اليوم نحن هذا رجال القدام
نموت على نقطتين، ثلاث نقط. أول محبة الدولة. الحمد لله. هذا وحدة؟ نعم. والنقطة الثانية على الزراعة. النقطة الثالثة على الثروة الحيوانية. نعم. متمسكين فيها. متمسكين فيها. نعم. شفت هذا؟ نحب دولتنا. الحمد لله. النقطة الثانية على الزراعة. النقطة الثالثة على الثروة الحيوانية. نعم. حلو. أول ما حطيتوا الكزابة أو حبة النارجيل وطلعت، كم تأخذ لين تثمر؟ والله بالحظ بطلوعها، قدها تجي بسرعة وقدها تبطي شوي. ثلاث أربع سنوات؟ لا 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 لا. لما تثمر؟ إلى تثمر؟ حتى ثمر سبع سنوات ثمان سنوات. نعم. عدوا لواجد. لكن أعطيتها قذيتها. نعم. بماي زين. ما تبطي. زين تقطع؟ تقطع الثمرة لها موسم ولا على طول فيها؟ ما تقطع الثمرة. النارجيلة ما تقطع؟ ما تقطع الثمرة. نعم. أبدا. كل ما أعطيتها الماء زادت ثمرتها، كل ما صفيت عنها الوساخة. إيه. شفتها له؟ البذوم اليابس. نظفها. نعم. زادت الثمرة. نعم. مثل شيء مثل نخيل مال التمر. نعم. نظفت الثمرة. صح. وإن ما نظفتها اختربي. نعم. على طاري نخيل التمر، يعني ميزة ظفار أنها فيها نخيل النارجيل وما فيها نخيل التمر. في اعتقادك ليش النارجيل ما يستوي في الأماكن الثانية؟ الأماكن الثانية تختلف بنقطتين. تختلف بالتربة. نعم. وبالجو. شفت؟ وبالجو. نعم. اختلفت بهذا السنتين. الرنجيل. نعم. عندنا نحن اللي بغينا نسوي نخيل مال التمر اختلف. وقت ثمرة النخيل مال التمر صار عندنا المطر مال الخريف قريب. خرب الثمرة. خرب الثمرة. نعم. لكن نحن اللي موقفنا بالزراعة وموقفنا بالثروة الحيوانية، هل البلدين هذا اللي بتجينا منها الخضرة بتجينا مدي؟ بتجينا مدي ما تجي. لا, لا لازم الواحد يعتمد على نفسه. لازم البلاد لازم تعتمد. يا أخي هذا ثوب عيارة. اللي قال لك ثوب عيارة. ثوب عيارة. ثوب عيارة. ثوب عيارة. أنت ما عندك الجيداشة زينة، قلت له يا أخي أعطيني هذا الجيداشة بروح عند بيت فلان بعدين برجع لك إياه. هذا ثوب عيارة. هذا ثوب عيارة. متعير به. ما هو حقك. نعم. هذا الورد اللي بيورد يجي هنا. هذا ثوب عيارة. نعتمد على أنفسنا. نعم. نعتمد على أنفسنا. طيب. نعم. أنا هذا اللي جيته 20 نفر 30 نفر. البقرة اللي عندي. والله يقضون عليكم ويزيد ويزيد. نعم. ويزيد. شفت؟ نعم. أبيع منها وأشرب منها. نعم. شفت؟ أنا وأولادي وأهالي وجار الجنب. نعم. لكن اللي جلس ايش بحصل؟ أكيد تبى حركة وتبى سعي. يبغى صبر. نعم. لها أنواع النارجيل؟ لها أنواع. لها أسماء؟ والله أسماها ما أعرفها. لكن أنواع. هذا رنجيل مش عماني مش ظهري. هذا اللي دخل حديثا. هذا اللي دخل، هذا اللي فدي. كيف شفتوه؟ هذا قالوا زين. عقولهم على الله. ها عقولهم على الله. لا قال لان قالوا هذا قالوا سريع. شوف اما في الثمره سريع. نعم. نجيت في الثمره سريع. شفت؟ نعم. ونجيت في الحبه من داخل صغيره. ها حبه الوليه. نعم. اللي في ظفار كبيرة اللي داخل. نعم. وهذا الحبة من داخل صغيرة. عيل هذه فيها ثوب عيارة. هذا ثوب عيارة. هذا ثوب عيارة. ما هي بطنية هذه. تكلمنا عن القصب. هذا قصب السكر. هذا قصب السكر تقص منه وتغرزه ويطلع. نفس الشيء من الزراعات القديمة اللي كنتوا تزرعوها ولا استحدثتوها؟ نفس الشيء من الزراعة. نعم. لكن هذاك الزمان بهذاك التاريخ ما حد يستقبلها منه، ما لها بيعة. ليش؟ ما لها
بيعه سكر شكر جهال يشتروه ايه ما له بيعه حتى واحد يتعمد يسوي منه واجد وبعد ما يعصر وكذا بعد يستفاد منه يعني ما في معصره ما في مكينة ما في شركه ما في شيء بس ايه. لما شاء نكل ايه استعملنا نحن ما كان في معاصر ما كان في معاصر لا نعم. معاصر ولا مكاين ولا ملك ولا يليك ولا كهرباء نعم ولا اي شيء نعم هذا التاريخ الاولي نعم اليوم الحمد لله كل شيء موجود تمام ولو كان بس عادوا سوق استقبل من المزارعين المنتوج ما لهم كان زين ايه. لكن ما حد استقبل منهم شيء صح كان بيستقبل منهم كم من سنه وبعدين شلوها نعم حرسنا الموضوع وخربناه وعطلوا الناس تسوي الزراعة اللي ما لها استقرار هي طبيعة المزارع يعني إذا حصل شيء له سوق ترى يزرع اللي ما له سوق يغير زراعته بديلهم ما عندهم سوق ما يسوي سوق للزراعة ما نعم. يقدر يخسر أريد أعيش أولادي نعم لما كانوا يجوا الناس للمزرعة يجوا بالعائلة كاملة بعض الناس يجيبوا يجوا الحريم يجوا الاولاد يعني بعض الناس يجوا اولاد ويجي الحريم ويشتغلوا كلهم وبعض الناس عندهم عمار شفت نعم وهم يشتغلوا واولادهم وعوائلهم ما تجي نعم اللي هم متكافي عائلته ما تجي تشتغل في الزراعه واللي ما هم متكافي عائلته تروح تساعده مثلكم في الشمال طيب بالنسبه للتجاره تجار اللي يملك المزرعة والبيدارع نسميه الشخص اللي يشتغل الفلاح اللي يشتغل في المزرعة اللي مالك الزراعة حد بيشتغل زراعته الأقلبية كلهم يشتغلوا زراعتهم الحين نعم. الأقلبية مال الناس يوم ما في مساعدة اللي تفيد ولا دعم نعم. مزارعهم عطوهم ناس أجانب بالأجانب هذا الحين لكن أول الناس تشتغل في مزرعتها أول أيوه العماني بنفسه يشتغل أوه. مثل ما انت اليوم الحمد لله لليوم تشتغل أوه. صح الزرع المحصول الغله أوه. وين تودوها الغله ما تروح مكان مش الحين اول الاول نزرع مسيبلي ونزرع زرع ونزرع زرع يقولوا لوبيا دجر نعم. شفت نعم. واللي زرعناه ما يروح من البلاد قليل يروح من الدجر هذا نسميه دجر يروح لمسكت والباقي ما يروح الشقرق أهل البلاد كيف 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 توزعوا تنزلوا السوق الناس اللي ما عندهم زراعه لا يشتروا من الثاني انا عندي زراعه وانت ما عندك زراعه نعم تشتري مني نعم تشتري مني تنزلها السوق سوقنا وين سوقكم كان سوقنا في والله في بيوتنا احنا هذه الان احنا هالمزرعه في طاقه أول لما كانت تتجمع المحاصيل تتجمع الغلة وين تودوها؟ نوديها في جواني ومن جواني في بيتنا وبعدين؟ وبعدين اللي حد محتاج يجي يشتري نبيع له نعم واللي ما حد يجي ناكل نحن وأولادنا احنا اليوم سعيدين ان قمنا بهالجولة معك والله. الحمد لله ما في مطايقات جزاك الله خير هذا الطريقة الأولية واحنا ترى وشفت في هذا ايه شفت مرتاحين الناس الله اعطاهم راحه لا سكري ولا امراض ولا شلل ولا هذا استقل من الاراضي اللي بتجي الناس اللي بيجون الاجانب يتحركوا اول يتحركوا الحين ما يتحركوا وحركه ايه اثنين اللي ذبحوا شيء خلصوها صح والله نحن اثنين ذبحنا شيء وشربنا من الصبح من الغنم والله نخلصناها والله نتقاتلنا من فوق الراس وبعد كذا تركض وبعد كذا تركض ابو سعيد تفضل دهوق نعم بن احمد بن سعيد المشيخي سبعة انعام مشكور جزاكم الله وجزاك الله الف خير وانت اليوم الاولاد والاحفاد ياخذون درس منك رجل تجاوز 80 من عمره ولا زال من الساعة 7 الصبح للمغرب في زراعته وشغال مشكور الأولاد معاشاتهم الله يديم قبوس من 800 و900 شفت له ما بيروح يشتغلوا ما يقدر ينظفوا للبقر ويشتغلوا في الرملة في الشمس نعم شيء بيموت يموت يحيا يحيا أبو سعيد أهلا تفضل احنا رايحين مسقط في مال الله تتلينا بشيء السلام عليكم جزاك الله خير جزاكم الله يوديكم حيين سألني جاي من تقبلين حتى تصوروا البيوت أحسنت